involved in working with teachers using technology. And I'm so happy that so many of you have been able to join us. So I want to thank Hope and to thank Jackie and Clara for all their work in preparing for this. So أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله كلكم بخير. كدايرين لباس؟ إزايكم؟ كيف حالكم؟ شلونكم؟ شنو حوالكم؟ إن شاء الله كل شيء تمام. أنا سعيد جدا بوجودي معكم و أريد إن شاء الله أن أحاول تناول بعض القضايا المتصلة بتدريس سلسلة الكتاب في الطبعة الثالثة، ويعني أريد في هذه الوريشة الصغيرة أن أحاول الإجابة عن بعض الأسئلة التي قد تكون لديكم، والإجابة عن أي أسئلة ستكون أيضا موجودة لديكم في نهاية هذه الورشة. فأولاً دعوني أبدأ على الشاشة هنا. أريد أن أقول ما هي بعض السمات المميزة للطبعة الثالثة من الكتاب. طبعاً الكثيرون منكم يعرفون أن الكتاب مر عبر السنوات العشرين الأخيرة بعدة محاولات للتطوير. كان هناك الطبعة الأولى وكان هناك الطبعة الثانية ثم الآن الطبعة الثالثة. فما هي بعض السمات المميزة للطبعة الثالثة؟ طبعاً أول شيء تلاحظون بالنسبة للكتاب الجزء الأول كان هناك تقليص لعدد الدروس من 20 درس إلى 13 درساً بهدف التركيز على بناء المهارات وليس على تغطية الدروس. يعني هذه كانت محاولة منا لتشجيع الأساتذة ودفع الأساتذة على عدم التفكير في الكتاب الجزء الأول، لأن الكتاب الجزء الأول هو للسنة الأولى والكتاب الجزء الثاني للسنة الثانية، وإنما التفكير في المهارات، يعني ما هي المهارات وما هي الدروس التي سنبني عليها. طبعاً دروس الكتاب ليست كافية لبناء المهارات، الأستاذة أو الأستاذ دائماً بحاجة إلى تطوير ودعم ما هو موجود في أي كتاب لبناء هذه المهارات. فعملية تقليص الدروس كانت تهدف إلى التركيز على بناء المهارات. تعزيز الاهتمام بالمفردات ونشاطات تفعيلها داخل الصف وخارجه. سترون الآن في خلال المناقشة أن هناك اهتمام كبير جدا بموضوع المفردات. طبعا هذا الاهتمام بدأ في الكتاب الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث في الطبعة الأولى وفي الطبعة الثانية، والآن من خلال خبرتنا يعني وجدنا أن العمل على المفردات هو أساسي جداً، وأن العمل على المفردات هو في الحقيقة الأساس المهم جداً في عملية بناء المهارة اللغوية في اللغة العربية وفي كل اللغات. فتعزيز الاهتمام بالمفردات كان واحداً من السمات المميزة للطبعة الثالثة. شيء مهم في الطبعة الثالثة هو تعزيز الدمج بين الفصحى والعامية كمكونين أساسيين للعربية في محاولة لتقديم العربية كلغة واحدة. يعني في الكتاب الطبعة الثالثة نقطة انطلاقنا الأساسية هو أننا نتعامل مع اللغة العربية كلغة واحدة، يعني والانصراف عن هذه الازدواجية التي قضينا فيها وقتا طويلا، ازدواجية العامية والفصحى. يعني هناك تعايش لكل هذه أنواع العربية، وتعاملنا مع اللغة هو على أنها لغة واحدة نحن نقوم بتقديمها بناء على الوظائف والمهام التي يتطلبها كل موقف ونوع اللغة التي نتطلبها. فأضفنا مواد جديدة بالعامية المصرية وأضفنا مواد بالعامية الشامية لإعطاء الطلاب نوع من النكهة، يعني هم يدرسون اللغة العربية بنكهة معينة. طبعا ليس الهدف هو أن ندرس كل العاميات، يعني وإنما اختيار عامية معينة بحيث تكون النكهة التي نقوم بتدريس العربية من خلالها. ثم اعتماد القصة بالعامية. طبعا هناك القصة، يعني قصة مها وخالد. نحن الآن في الطبعة الثالثة ننطلق من القصة بالعامية كمدخل إلى الدرس، ثم ننتقل إلى القصة بالفصحى عندما مها تتكلم أيضاً بالفصحى لتعزيز المفردات.
زيادة التركيز على تطوير الاستراتيجيات لدى الطلاب وخاصة في مهارة القراءة. طبعا الذين منكم استخدموا الكتاب الجزء الأول في والجزء الثاني في الطبعة الأولى سيلاحظون أن هناك اهتماما بموضوع تطوير الاستراتيجيات، وهذا الاهتمام أيضا يبدأ من كتاب ألف باء أيضا. فوجدنا من خلال تجربتنا أن هناك حاجة ماسة للاهتمام أكثر بموضوع تطوير الاستراتيجية. طبعا ستلاحظون أيضا هو الموقع المصاحب للكتاب على الإنترنت، وأنا أنصحكم جميعا باستخدام هذا الموقع. أنا كأستاذ العربية بالحقيقة حياتي أصبحت أحسن 100 مرة بعد استخدام الموقع، لأنه يخفف علي عملية التصحيح، هذا من ناحية بالنسبة لي كأستاذ، ولأنه أيضا يساعد الطلاب على الحصول على إجابات فورية على كثير من التدريبات الميكانيكية التي لسنا بحاجة إلى قضاء وقت الأستاذ في العمل عليها أو العمل عليها في الصف. فالذين منكم لم تسنح لهم الفرصة للاطلاع على الموقع، أشجعكم على أن تذهبوا إلى الموقع وتحاولوا العمل مع الموقع. طبعا أنتم كأساتذة كل أستاذ يستطيع الحصول على نسخة مجانية من الكتاب ومن الموقع المصاحب للإنترنت. فالموقع موقع الإنترنت، في سؤال هنا أي موقع؟ الموقع هو الموقع الموجود على الكتاب. إذا فتحتم الكتاب في اسمه الكتاب textbook.com، ومعلومات عن الموقع موجودة على الغلاف الداخلي لكل كتاب. هذا شيء مهم جدا في الكتاب. ممكن أن أقول لكم أنه لن نستطيع استخدام الكتاب بشكله الكامل، بشكله الذي كان يعني الذي تصورناه نحن كمؤلفين، إلا باستخدام الموقع. فأريد أن أشجع الجميع على استخدام الموقع. كما قلت، أنتم كأساتذة تستطيعون الحصول على نسخة مجانية من الكتاب ومن الموقع. فهذا أيضا شيء مذكور في مقدمة الكتاب. بالنسبة لموضوع الأوزان، موضوع الأوزان إعطاء اهتمام أكبر بالأوزان والجذور منذ البدايات الأولى. موضوع الأوزان في اللغة العربية شيء مهم جدا، وستلاحظون أنه في الطبعة الثالثة كان هناك يعني في الطبعات الأولى كان هناك اهتمام بالأوزان، ولكن في الطبعة الثالثة ستلاحظون أن هذا الاهتمام أصبح أكبر بكثير، لأننا أدركنا أن موضوع الأوزان فعلا هو الاهتمام بالأوزان هو مدخل لتعزيز المهارة اللغوية عند الطلاب، ومدخل إلى بناء الاستراتيجيات، استراتيجيات القراءة واستراتيجيات التعلم بشكل عام. ثم أخيرا توفير موقع خاص للأساتذة الذي هو موجود على موقع جامعة أو موقع دار نشر جورج تاون. هناك موقع للأساتذة فيه بعض خطط الدروس والنماذج خاصة بالنسبة لكتاب ألف باء وكتاب الكتاب الجزء الأول. الآن بدأنا العمل على الكتاب الجزء الثاني، وإن شاء الله سيكون موجودا هناك بعد فترة قصيرة. فهذه يعني صورة عامة حول بعض السمات المميزة. أريد، هناك سؤال يتم طرحه علينا بشكل دائم، وهو يعني عملية تغطية الدروس. ما هي الدروس التي تغطى عادة بالنسبة لأي برنامج؟ سأعطيكم هنا نموذجا، هو برنامج جامعة تكساس. برنامج جامعة تكساس هو برنامج يعتمد على 3 سنوات، السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة. في السنة الأولى كما تلاحظون هناك 6 ساعات في الأسبوع، في السنة الثانية هناك 6 ساعات في الأسبوع، وفي السنة الثالثة هناك 5 ساعات في الأسبوع. فنحن في الفصل الدراسي الأول نغطي كتاب ألف باء والدروس من 1 إلى 5 تقريبا في الكتاب الجزء الأول. في الفصل الدراسي الثاني نحن نغطي الدروس من 5 إلى الدرس 12 في الكتاب الجزء الأول. في السنة الثانية في الفصل الدراسي الثالث نكمل الكتاب الجزء الأول، يعني نبدأ مع الدرس 13، ونغطي 4 دروس في الكتاب الجزء الثاني. في الفصل الدراسي الرابع الدروس 5 لـ 8 في الكتاب الجزء الثاني.
وفي الفصل الدراسي الخامس الذي هو السنة الثالثة نحن نغطي الدروس 9 و10 في الكتاب الجزء الثاني بالطبعة الثالثة، وهنا نحن نعود إلى الدروس 5 ل7 في الكتاب الجزء الثاني الطبعة الثانية. نحن حاليا نعمل على الكتاب الجزء الثالث، وأعتقد إن شاء الله هو يعني سيكون جاهزا في حدود سنة ونصف تقريبا، ولكن حاليا يعني كحل آلي كحل مؤقت نحن نعود إلى الكتاب الجزء الثاني في الطبعة الثانية. طبعا هو ليس بنفس الشكل الذي اتبعناه في الطبعة الثالثة، ولكن هذا إن شاء الله سيكون متوفرا بعد حوالي سنة ونصف. ثم في الفصل الدراسي السادس والأخير في السنة الثالثة نحن نغطي الدروس من 8 إلى 10 في الكتاب ومواد أخرى. طبعا المواد الأخرى هي دائما موجودة، ولكن نحن نعتمد في الفصل الدراسي السادس نعتمد على بداية القراءة من كتب معينة، بعض القراءات من كتب في الأدب كمحاولة لنقل الطلاب من عالم دراسة اللغة كتراكيب ومفردات إلى عالم دراسة اللغة القائمة على المضمون. طيب، دعونا الآن ننتقل إلى، قبل أن أبدأ بالكلام عن الكتاب، هناك شيء أساسي، وكل الأشياء التي أتكلم عنها هي موجودة في مقدمة الألف باء. هناك مقدمة للطلاب ومقدمة للأساتذة، وأريد أن أشجعكم جميعا على أن تقوموا بقراءة هذه المقدمة أو المقدمات ومحاولة فهم الفلسفة التي ينطلق منها الكتاب. فكل الأشياء التي أنا أتكلم عنها هي موجودة هناك. الآن نأتي إلى موضوع تدريس المفردات، وشيء أساسي في الكتاب هو أهمية المفردات. فموضوع المفردات كما قلت هنا ستجدون أن المفردات هي هم دائم وشغل شاغل في تدريس اللغات، وخاصة بالنسبة للعربية، وأن تدريس المفردات هو شيء مهم جدا وأساسي جدا بالنسبة لنا، وأن تدريس المفردات هو يقوم على مبادئ التفعيل والإنتاج والتفاعل والتوسيع والتلميع. ما الذي أقصده بهذا؟ يعني موضوع أن المفردات، هذا لا يعني أنه عندما نأتي للعمل على المفردات هذا لا يعني أن نقوم نسأل الطلاب أن يستخدموا كل مفردة في جملة، أو يعني هذا ليس فيه أي نوع من التفاعل، ليس فيه أي نوع من الإبداع والعمل عمل الطلاب مع بعضهم البعض. التوسيع والتلميع، التلميع طبعا له علاقة بموضوع الدقة للعمل على موضوع النطق، تحسين نطق الطلاب، والتوسيع هو محاولة عنقدة الكلمات، محاولة أخذ كلمة معينة تعلمناها ومحاولة ربطها بكلمات أخرى وربطها بكلمات ستكون موجودة معها في نفس السياق. فهذه المبادئ الأساسية يعني التفعيل والإنتاج والتفاعل التوسيع والتلميع هي كلمات أحب أن أركز عليها، أو مفاهيم أحب أن أركز عليها في عملية امتلاك الكلمات الجديدة. هنا في يعني نبدأ شيء أساسي في تدريس المفردات وأساسي جدا بالحقيقة في فلسفة الكتاب، هو أنه في كل ما نقوم به في الصف دور الأستاذ هو ليس دور الملقن، ليس دور الشخص الذي يقدم المادة الجديدة. يعني أريد أن أشجعنا جميعا على أن نفكر على أن نجعل الطلاب يستعدون لنشاطات الصف قبل الحضور إلى الصف. مثلا إذا كان هناك نشاط للمفردات أو للقواعد، يمكن للطلاب أن يقرأوا هذه الأشياء قبل الحضور إلى الصف. المفردات، يمكن قراءة المفردات في الكتاب ورؤية معانيها، وأيضا الذهاب إلى الموقع والاستماع إليها، بحيث أن يكون الطالب مستعدا للعمل على المفردات قبل الحضور إلى الصف، لأن وقت الصف هو ليس وقت الشرح والتلقين، وإنما وقت الصف هو وقت التفاعل والإنتاج،
التفعيل كلمة أساسية أريد أن أركز عليها وأحب أن أركز عليها كأستاذ، هي كلمة التفعيل. يعني الاشتباك الأول كما ترون هنا، الاشتباك الأول مع الكلمات الجديدة يكون في البيت، فممكن أن يكون هناك مثلا واجب استماع، أن نقوم بالاستماع إلى الكلمات الجديدة وكتابة، ممكن أن يكتبوا، هناك تمرين عادة في بعض المفردات، هناك تمرين يقوم فيه الطلاب بملء الفراغات. فالهدف من هذا التمرين هو تعزيز وتشجيع الطلاب على القيام باشتباك فعلي وفعال مع الكلمات الجديدة قبل الحضور إلى الصف. الآن ماذا يحدث في الصف؟ كما ترون هنا في الخطوة الثانية هو التفعيل داخل الصف عبر نشاطات ومهام تستلزم استخدام الكلمات الجديدة. فطبعا الطلاب عملوا على الواجب، عملوا على واجب المفردات. الآن نأتي إلى الصف، وممكن أنا كأستاذ أن أطرح بعض الأسئلة إذا كان هناك أي أسئلة حول المفردات، معاني بعض المفردات. إذا لم يكن هناك أسئلة، إذن دوري أنا كأستاذ أن أكون مستعداً للقيام بنشاط معين، نشاط يعني الهدف الأساسي من هذا النشاط هو تفعيل المفردات الجديدة التي اشتبك معها الطلاب في الصف، تفعيلها عن طريق نشاطات ومهام تفاعلية، العمل في مجموعات، العمل على صور، العمل على أشياء تجعل الطلاب يستخدمون المفردات الجديدة في سياقات يقومون هم بخلقها. فنلاحظ مثلا في الخطوة الثالثة هي التفاعل بين الطلاب وإنتاج الكلمات في سياقات مرتبطة بحياتهم وتجاربهم. فمثلا تلاحظون في الكتاب، في كتاب الجزء الأول والجزء الثاني، أن هناك قائمة المفردات التي يقوم الطلاب بدراستها في البيت والاستماع إليها في البيت، ثم يقومون بعمل تمرين. في الصف يعني هناك عدة أنواع من النشاطات التي يمكن أن نقوم بها. هناك ممكن موضوع سنحضر صور، أو أن نقوم بكتابة أشياء على اللوح، عملية خرائط دلالية للمفردات على اللوح. ثم أيضا هناك النشاط الذي أسميناه نحن في الكتاب نشاط اسألوا زملائكم، والهدف من هذا النشاط هو خلق فرص للطلاب للتفاعل بين فيما بينهم باستخدام الكلمات الجديدة. طبعا تلاحظون أنه كثيرا من هذه التمارين موجودة، هي مكتوبة باللغة الإنجليزية، والهدف منها هو ليس الترجمة، ليس الهدف من نشاط اسألوا زملائكم هو الترجمة بأي شكل من الأشكال، وإنما أن يحاول الطالب أن يفهم ما هو المقصود، ما هي المهمة المطلوبة منه، ثم أن يقوم هو بتشكيل سؤال سيقوم بطرحه على زميل أو زميلة أو عدد من الزملاء، ثم سيقوم فيما بعد بعملية إخبار وإخبار الصف أو مجموعات، في مجموعات صغيرة، بالأشياء التي تعلمها. فالهدف هنا هو أن نقوم باستخدام المفردات وسماع المفردات من زملائنا وتفعيلها، يعني تفعيلها بهذا الشكل، ثم دور الأستاذ في الصف أن يقوم بالتنقل بين المجموعات وطرح أسئلة تعقيبية مثلا تجعل الطلاب ينتجون كما أكبر من اللغة، ثم جعل الطلاب يصححون أنفسهم إذا كان هناك أي إشكاليات معينة بالنسبة للدقة في اللفظ أو الدقة في المطابقة. بعد ذلك هناك التفعيل الإضافي عبر العمل على نشاطات إضافية، يعني بعد أن نكون قد انتهينا من هذا النشاط الصفي، ممكن أن يكون هناك تمرين إضافي، ممكن أن يكون هناك تمرين كتابة، يعني هناك نوع من التفعيل الإضافي عبر المهارات المختلفة. فممكن أن نعطيهم واجب إضافي للعمل على المفردات، ممكن أن يكون هناك كتابة، ممكن أن يكون عندنا نص قراءة يستخدم بعض هذه المفردات، وصولا إلى الخطوة الأخيرة التي هي موضوع الامتلاك بالنسبة للمفردات. فأردت أن أبدأ بهذا لأنه يعني موضوع المفردات شيء أساسي جدا، وستلاحظون أن نقطة انطلاقنا الأساسية هي موضوع النشاطات، فالمفردات هي مدخل لبناء المهارة اللغوية التي نريدها، وكلما كان عندنا هناك مثل هذا التفعيل كلما أدى هذا إلى نتائج إيجابية في قدرة الطلاب على الاستماع وعلى الكلام
وعلى الكتابة وعلى القراءة. طيب، أريد أن أبدأ. دعونا أولا نبدأ بكتاب ألف باء. وضعت هنا لكم بعض النماذج حول الجدول الذي نقضيه في البرنامج لكتاب ألف باء. مثلا كتاب ألف باء يستغرق عندنا في جامعة تكساس يعني حوالي تقريبا 30 ساعة. طيب 30 ساعة، هذا لا يعني أننا ننفقها في العمل على الحروف والأصوات. أريد أن أعود هنا إلى نفس المبدأ، يعني أنا كأستاذ لاحظوا من خلال هنا، يعني نحن نكتب ما هي الأشياء التي سنقوم بها بالصف وما هي الأشياء التي يتوقع من الطلاب أن يقوموا بها. فمثلا إذا أخذنا يوم اللي هو اليوم الخميس، اللي هو يوم الخميس 28 أغسطس، لاحظوا تحت in class مكتوب unit 1، فهذه الأشياء التي سأقوم بها أنا في الصف. homework number 1 اللي هو الواجب رقم 1 هي الأشياء التي سيكون مطلوبا من الطلاب تقديمها عند الحضور إلى الصف. يعني هذا يعني أن الطلاب يجب أن يكونوا قد عملوا على الكتاب، عملوا على قراءة مثلا الحروف والأصوات ألف باء تاء ثاء أو آ باء تاء ثاء، ثم أن يعملوا عليها على الموقع، ثم أن يقوموا بالاستماع إليها، ثم أن يقوموا بالعمل على التمارين استعدادا للحضور إلى الصف. في الصف طبعا أول شيء أفعله أنا كأستاذ هو أن أطرح إذا كان هناك أي أسئلة أو ما هي بعض الأشياء التي أثارت اهتمام الطلاب أو انتباه الطلاب، بدون أن أقوم أنا بالشرح، لأن الشرح هو تم في المفترض أنه تم في الكتاب. الآن وقت الصف هو مخصص لعملية تفعيل، تفعيل الأشياء التي يكون الطلاب قد تعلموها في من خلال العمل على الواجب. وهنا لاحظوا في هذه المرحلة شيء مهم جدا، أنا أحاول أن أقيم نوعا من التوازن للعمل على الحروف والأصوات وأيضا العمل على بناء المهارة، مهارة الكلام وتعلم عبارات جديدة. مثلا في اليوم الأول للدراسة، مثلا اليوم الأول للدراسة أنا أريد من الطلاب أن يخرجوا من الصف قادرين على أن يقولوا مثلا أنا اسمي محمود، أنا من مدينة أوستن في تكساس، أو السلام عليكم، مرحبا، أنا اسمي محمود، أنا من مدينة أوستن في تكساس. في اليوم الثاني مثلا السلام عليكم، أنا اسمي محمود، أنا من مدينة أوستن في تكساس، أنا طالب في جامعة تكساس. يعني كل يوم يجب أن يكون هناك مادة جديدة يتعلمونها بدون بالضرورة أن يكونوا قادرين على كتابتها. يعني في هذه المرحلة، المرحلة هي عملية محاكاة لأشياء يقوم بها الأستاذ في الصف أو للفيديوهات التي نحن نقوم بعرضها في الصف. طبعا ستلاحظون أنه كتاب ألف باء وفي الموقع وعلى الدي في دي الموجود مع الكتاب هناك كمية كبيرة من الفيديوهات التي قمنا بتضمينها للعمل على تطوير مهارة الكلام. يعني لا يمكن أن نقضي كل وقت الصف في العمل على توصيل الحروف أو على الإملاء، طبعا هذه مهمة جدا، ولكن يجب أن يكون هناك نوع من التوازن بحيث أن الطالب يشعر أنه كل يوم بعد الصف هو أو هي تعلمت أشياء جديدة، عبارات جديدة. يعني أنا تعبان، أنا مريض، أو أنا مش مريض. طبعا ستلاحظون هنا أنه نحن نشجع جدا في الكتاب وتصور الكتاب على استخدام عناصر من المحكيات، محكياتنا المختلفة. السؤال يطرح أي محكية وأي لهجة، لا يهم، ممكن أن نستخدم لهجة الأستاذ الذي يقوم بالتدريس. ومن هنا يعني نحن قمنا في الكتاب، هناك الشامي وهناك المصري، والآن عندنا زميل جديد الأستاذ مايك تيرنر من جامعة تكساس قام بتطوير مكون أيضا بالدارجة المغربية. نعتبر أنه من المهم جدا للطلاب أن يكونوا قادرين على الكلام وعلى التعبير عن هذه الأشياء بشكل طبيعي كما يفعل ذلك العرب. فمحاولتنا يعني هنا عدم القيام بخلق حوارات
بالفصحى، لأن نقطة انطلاقنا هو أن الطالب نريد أن يستخدمها بشكل طبيعي كما نفعل نحن العرب في كلامنا. فالموقف الطبيعي هنا يستلزم استخدام كيف حالك، إن شاء الله منيح، شنو أحوالك، مزيان، كداير، شنو أخبارك، أي شيء الذي يجعل الطلاب يشعرون بنوع من الطبيعية في الكلام ويجعلهم يتواصلون مع العرب بشكل طبيعي. فالشيء الأساسي اللي بدي أركز عليه هنا هو أنه عملية هذا التوازن، دائما هناك عمل على استخدام الفيديو. الفيديو طبعا يسمح لنا بإدخال مدخلات غنية جدا، خاصة إذا استطعنا إيجاد فيديوهات فيها بعد ثقافي، الطريقة التي يسلم بها الناس على بعض، الطريقة التي يصافحون بها بعض، المسافة التي تفصل بين الناس عندما يتكلمون، شكل الملابس التي يلبسونها، فهذه أشياء مهمة جدا. فدائما محاولة أن يكون هناك مدخلات غنية عن طريق الفيديو، ثم محاولة خلق مواقف في الصف تستلزم من الطلاب استخدام هذه اللغة التي يتعلمونها، بدون الخوف أيضا من موضوع الحاجة إلى شرح مستفيض للقواعد في هذه المرحلة. يعني مثلا لما الطالب في البدايات في الأيام الأولى عم يتعلم أنا اسمي محمود، أنا من مدينة أوستن، يعني مدينة أوستن طبعا هنا تركيب الإضافة وضرورة أنه أن ننطق التاء المربوطة شيء مهم جدا، ولكن بدون أن نكون بحاجة إلى أن نشرح لهم ما هو هذا التركيب الآن. يعني هم الآن يقومون بعملية محاكاة لما نقوم به. أنا طالب في جامعة تكساس، أنا من مدينة أوستن، أنا من ولاية مينيسوتا مثلا. طبعا فيما بعد سيكون هناك عمل على القواعد عندما نأتي إلى الكتاب الجزء الأول، و سيكون هناك عملية شرح أكثر للقواعد موجودة في الكتاب، ولكن يعني التراكيب، القدرة على استخدام التراكيب بشكل جيد والنطق الجيد في هذه المرحلة والمحاكاة، حتى لو اضطررنا أيضا في الأسابيع الأولى إلى أن الطلاب طبعا لا يعرفون كل الحروف، فهم سيكونون مضطرين مثلا إلى كتابة بعض الأشياء بالحروف اللاتينية بالترانسليتريشن، وهي مرحلة مؤقتة. يعني هذا مجرد عكاز يقوم الطلاب باستخدامه للوصول إلى التمكن من كتابة كل الحروف. فشيء نتذكره إذن بعملية التوازن بين الكلام، المحادثة، وتعلم الحروف والأصوات، بدون الحاجة إلى الشروحات المطولة في عملية يعني كيف ننطق الأصوات، ولكن بنفس الوقت التنبه إلى عملية مساعدة الطلاب على تصحيح أنفسهم في حين التعلم حتى يستطيعوا إنتاج هذه الأصوات بشكل صحيح. طبعا نقطة انطلاقي أن كل الطلاب قادرون على إنتاج هذه الأصوات بشكل صحيح. ما نحتاج إليه هو خلق مواقف تستلزم منهم استخدام الأصوات في سياقات طبيعية، في سياقات مناسبة، وتوفير أي نوع من التصحيح بالنسبة والتوجيه بالنسبة له. الشيء الآخر الذي أريد أن أشير إليه في عملية تعلم الألف باء، أنه في بعض في يعني خاصة عندما نصل إلى الدرس السابع أو الوحدة السابعة أو الثامنة، موضوع هناك بعض الأفعال مثلا أحب، تحب، أشرب، تشرب، أشرب كوكاكولا، أنه ممكن أن يبدأ الطلاب بالتعرض إلى هذه الأشياء، أو مثلا إذا علمناهم كلمة عايز، يعني عايز أشرب كوكاكولا، أو أنا بدي أشرب كوكاكولا، هذه أشياء تجعلهم يشعرون بأنهم يستطيعون التواصل بشكل سريع حتى لو لم يكونوا قد درسوا طريقة يعني استخدام الفعل المضارع. يعني بدي ركز كثير هنا على أهمية المحاكاة وتعريض الطلاب إلى نماذج. يعني أنا بحب الكوكاكولا وأنت بتحب الكوكاكولا وهي بتحب، فهذا يعني شيء مهم جدا. ومع الأخذ بعين الاعتبار أنه طبعا نحن عندما ندخل في الكتاب يعني سنقوم بالتعرض إلى هذه الأشياء، فعملية
عملية يعني كما قلنا بالنسبة أنا في شيء بسميه دائما coming to a grammar theater near you soon. فالسؤال هو إنه عملية عدم الخوف، إنه خلينا نعرضهم إلى هذه المدخلات وخليهم يستخدموها بشكل طبيعي، ثم لما حيرجعوا مثلا في الدرس الرابع في الكتاب لما حيدرسوا الإضافة، أها أوكي لهذا السبب نحن كنا عم نقول مثلا مدينة أوستن وجامعة تكساس، هذا اسمه تركيب الإضافة. فالاستخدام إذن سابق على المعرفة النظرية لهذا التركيب. طيب سأتوقف هنا بالنسبة للألف باء وأحاول أن أنتقل إلى هذه الأشياء، ستكون موجودة عندكم، لديكم كل هذه النماذج ستكون موجودة. أريد أن أنتقل الآن مثلا إلى برنامج الدرس الأول في الكتاب. لاحظوا هنا كيف أنه انتقلنا من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية مع وجود بعض الكلمات في الترجمة، ولكن هذا أيضا يعطيكم نوع من الفكرة حول تنظيم، يعني كيف ننظم، كيف نوزع دروس الدرس الأول مثلا. فتلاحظون أنه في الصف بالنسبة لنا كأساتذة، أنا في الصف ما سأقوم به في يوم الاثنين اللي هو يوم الاثنين 13 أكتوبر، أنا سأقوم بنشاط سريع لتفعيل المفردات وسأقوم بتمرين ثلاثة. فعندي تمرين يقوم على الصور، أطلب فيه من الطلاب أن يعملوا في مجموعات على وصف مجموعة من الصور، وعندي هذه المجموعة الصور موجودة في الوثيقة القادمة التي ستلي هذه الوثيقة. ولكن لاحظوا ما هو الشيء الذي طلبناه من الطلاب قبل الحضور إلى الصف. فلاحظوا مكتوب عندنا هنا في الواجب رقم 29 دراسة المفردات في صفحة 2 في الكتاب الجديد. دراسة المفردات الجديدة لما نقول الفصحى زائد الشامي أو المصري، طبعا هذا يعتمد على اختيار الأستاذ، لا نتوقع أبدا أن المطلوب من الطلاب أن يدرسوا كل هذه الأشياء. يعني أنا بالنسبة لي شخصيا أنا أطلب من طلابي أنه أوكي عندكم الشكل اللي هو بالفصحى وعندكم الشكل بعامية الصف، والعامية في صفي أنا حاليا هي مثلا العامية الشامية. فأنا بقول لهم للطلاب ما تشعروا بالحاجة أنه أنتم لازم تدرسوا الكلمتين بنفس الوقت، اختاروا كلمة واحدة، كلمة واحدة التي تريدون أن تكون الكلمة الفاعلة بالنسبة لكم، والكلمة الثانية فقط هي للتعرف وللتعرض. فشيء مهم جدا بالنسبة للمصري، أنا لا علاقة لي بالمصري، في حين أن زملائي مثلا في الصف الآخر ممكن هم سيقومون بالتركيز على العامية المصرية وليس على الشامية. فالشيء الذي أريد أن أقوله أنه لا نتوقع من الطلاب أن يتعلموا كلمتين أو ثلاث كلمات في نفس الوقت. الشيء الذي أريده أنا سأركز على أن يختار الطالب الكلمة التي يحبها التي يتعاطف معها أكثر. الآن السؤال هو في الصف، يعني ماذا أستخدم أنا كأستاذ في الصف؟ في الحقيقة أنا شخصياً في الصف أستعمل نوع من المزيج أيضاً من اللغة العربية، في بعض الأشياء اللي ممكن أقولها بالفصحى، في أشياء تانية ممكن بالعامية، وخاصة الأشياء التي تعكس ما تعلمناه، مثلا كيف حالكم اليوم؟ إن شاء الله كويسين. طيب ممكن لو سمحتوا من فضلكم تفتحوا على الكتاب صفحة كذا. يعني أريد للأستاذ أن يكون يشعر بالراحة في عملية الكلام، وأن لا نستخدم لغة يكون فيها نوع من الاصطناعية في الكلام. يعني وبعدين مثلا خاصة في عمليات التشجيع، في التشجيع للطلاب لا أريد فقط يعني أن نركز على حسنا وأحسنت، مثل ما كان أستاذي في صف اللغة العربية دائما حسنا وأحسنت. يعني بدنا نحاول نقول لطلابنا نخليهم يشعروا باللغة وبالثقافة، كويس، ممتاز، زين، يا سلام، الله أكبر، عظمة، حلو كتير، يسلم تمك، حلو. خلينا نحاول نستخدم هذه الأشياء ونحاول ندخل هذا الإحساس باللغة، ونستخدم اللغة بشكل طبيعي، يعني هو يقوم بتعريض الطلاب إلى المستويات المختلفة للغة. فهذا فيما يتعلق بدراسة المفردات، لأنه كان هناك سؤال حول هذا، يعني أي عامية سنختار؟ اختاروا عامية معينة
وأطلب من الطلاب أن يختاروا كلمة واحدة والكلمة الأخرى هم سيتعرضون لها، علما بأنه مستوى وعي الطلاب بموضوع العامية والفصحى سيزداد كلما ازدادت المدخلات التي يتعرضون لها. يعني بده يكون عندنا نوع من الإيمان بقدرة الطلاب على التعلم وعلى فهم الواقع اللغوي والاجتماعي. ومن خلال تجربتي يعني ممكن أن أقول لكم أنه بالحقيقة عندنا خوف يعني من أن الطلاب حيتلخبطوا والطلاب حيضيعوا. أنا شخصيا من خلال تجربتي ومن خلال ما رأيته من تجربة زملائي أنه إذا كانت هذه الصورة واضحة للأستاذ ممكن فعلا أن الطلاب يعني نجعلهم يشعرون بالراحة والطمأنينة، أن عملية المزج هي ليست جريمة يعاقب عليها القانون، لأننا نحن يعني الناطقين بالعربية نقوم بهذا بشكل دائم. فهذا سيعطيكم فكرة عن موضوع كيفية تقسيم الدروس. لاحظوا موضوع المفردات وأهمية المفردات، يعني يوم الاثنين عملنا على المفردات، يوم الثلاثاء أيضا عملنا على المفردات بشكل إضافي. يوم الأربعاء هناك تمرين التدرب على استخدام النسبة والمؤنث والمذكر. لاحظوا عملية استخدام يعني الواجب رقم 31، أيضا كتابة جمل المفردات بالفصحى من كلمة نفس إلى كلمة والدتي. ففي نوع من العملية الاستمرار، يعني نحن نستمر في العمل على المفردات في نفس الوقت الذي نستمر في الذي نقوم فيه بالبدء بالعمل على التراكيب. لاحظوا فيما بعد ذلك في الحصة التي بعد ذلك الكلام عن مها في كلامها بالفصحى، هنا أيضا تعرض إلى مها بالفصحى. طيب ما الذي سيحدث هنا؟ يعني الطلاب طبعا سيقومون بالمزج في بعض كلمات، يعني مها بدها تذهب إلى مكتب القبول. أوكي، يعني في هذه المرحلة أنا شخصيا كأستاذ أرى أنه هذا من الناحية التواصلية هو جيد. طبعا في عملية مزج ممكن أن نقول أنه مزج غير مناسب، أنه بدها تذهب، هذا غير ممكن في هذه المرحلة. ولكن لا ننسى أنه هذه ما زلنا في البدايات الأولى، وأن قدرة الطالب على المزج بين المستويات المختلفة ستتحسن كلما ازدادت المهارة اللغوية عند الطالب وكلما توسعت خبرته أو تجربتها مع اللغة. المهم أن يكون عندنا هذه النظرة البعيدة المدى. فيعني عملية تقسيم البرنامج تعكس هذه الرؤية التي نقوم بها. طبعا لا أريد أن أتوقف عند كل هذه الأشياء. أنتم عندكم يعني هذه الأشياء ستكون موجودة لديكم، يمكن أن تنظروا إليها، وإذا كان عندكم أي أسئلة ممكن أن تسألوني أو ممكن أن تسألوني فيما بعد، أن تعودوا فيما بعد وتقوموا بإرسال أي أسئلة. يعني أنا أرحب بكل مشاركاتكم. عندنا هنا البرنامج اليومي للدرس 4 أيضا في الكتاب. لاحظوا نفس الترتيب، نفس التركيز على أنه وقت الصف يخصص لموضوع التفعيل، الواجب، دور الواجب وأهمية الواجب. وأنا عادة أتوقع من الطلاب في هذه المرحلة ما يتراوح ما بين ساعة ونص لساعتين من الواجب. يعني كل حصة نقضيها في الفصل أتوقع من الطلاب العمل كواجب ما بين ساعة ونص وساعتين. طبعا هذا يزداد في السنة الثانية والسنة الثالثة. فهذا البرنامج للدرس الرابع. عندنا هنا البرنامج اليومي للدرس السادس أيضا نفس الشيء. ستلاحظون أن هناك يعني أنماط معينة متكررة، ونحن نقوم يعني المدخل دائما هو المفردات، ثم بعد ذلك النص، ثم بعد ذلك العمل على بعض تراكيب القواعد، ثم العمل على العودة إلى نشاط الاستماع إلى القصة، قصة مها وخالد بالفصحى، ثم العمل على موضوع القراءة. طيب، أيضا الدرس التاسع، لن أتوقف هنا كثير. أوكي، أريد أن أتوقف هنا حول بعض الأشياء التي تكلمت عنها، حول النشاطات التي نريد أن نستخدمها لعملية تفعيل المفردات. وأريد أن آخذ بعض النماذج هنا.
النموذج الأول الذي أريد أن أتوقف عنده هو مثلا في عملية دراسة المفردات في كتاب ألف باء. لاحظوا أن هنا أنا وضعت هذا التمرين، فالطلاب درسوا المفردات في البيت، قاموا بنشاط مطابقة، استمعوا إلى بعض المفردات وقاموا بالضغط عليها واختيارها، يعني هم قاموا. الآن دوري أنا في الصف أن أقوم بعملية تفعيل للمفردات، فأعطيت الطلاب مجموعتين من الصور، مجموعة ألف ومجموعة باء، فبعض الطلاب في الصف في مجموعاتنا اثنين حصلوا على مجموعة الصور ألف، وبعض الطلاب حصلوا على مجموعة الصور باء. فهنا المطلوب هو أن يقوموا بوصف هذه الصور، مثلا في الصورة الأولى طبعا الكلمة المحورية هنا هي قهوة أو قهوة، فهو بيحب قهوة أو هو يشرب قهوة أو هو طالب يشرب قهوة. الكلمة للبنت الرياضية هنا هي كلمة جاهز، هنا سيارة كبيرة، سيارة غريب، بيت، يعني فتح المجال للطلاب للتعبير. ففي كل مجموعة من اثنين الطلاب سيقومان الطالبان سيقومان بخلق وصف قصير جدا محدود جدا هنا لأنه كلماته محدودة، يقوم الطالبان بالعمل عليه. ثم لاحظوا هنا أنه عندنا أيضا مجموعة الصور باء، فبعض الطلاب عندهم ألف وبعض الطلاب عندهم باء، في كل مجموعة اثنين، وبعدين حأخذ طالب من كل مجموعة، طالب من المجموعة ألف طالب من المجموعة باء، أضعهما مع بعض والمطلوب منهما أن يقوما بالكلام عن هذه الصور. كل طالب سيعرض للآخر الصور التي قام بها والكلمات التي قاموا بها، وأنا دوري كأستاذ أن أقوم بالتنقل بين الطلاب للتوجيه إذا كان هناك بعض الإشكاليات في النطق التعامل معها يعني. طيب، أيضا هناك خطة تدريسية للدرس الأول في الكتاب، الأشياء الإضافية، يعني أنا دائما أنا كأستاذ أستخدم الصور والعمل في مجموعات بشكل كبير جدا. فلاحظوا هنا مثلا لبعض الصور التي قمنا أيضا بطالب ألف وطالب باء، يعني دائما محاولة أيضا خلق أن يكون هناك يعني فجوة المعلومات كما يقولون، أنه الطلاب يكون مطلوب منهم بعد أن يكونوا قد تكلموا عن هذه الصور فيما بينهم أن يقوموا بعد ذلك بالذهاب إلى طلاب آخرين عندهم مجموعة أخرى من الصور ونقوم بالكلام عنها. طبعا هذا بالإضافة إلى نشاط اسألوا زملائكم الذي هو موجود في الكتاب والذي هو دائما يعني يساعدنا في عملية تفعيل المفردات. تلاحظون أنه في الكتاب الجزء الثاني هناك بعض التمرينات التي قمنا فيها بوضع صور ونطلب من الطلاب وصف الصور. فالذي أريد أن أقوله أنه موضوع فعلا استخدام الصور أو أي نشاطات أخرى، يعني مثلا في عندنا لعبة بيكشنري، في عندنا لعبة وين لوز أور درا، في عندنا لعبة هانجمان، كل هذه الألعاب، يعني كلما كان الأستاذ عنده أو الأستاذة عندها الوقت للجلوس والتفكير في نوع النشاطات التفاعلية التي نريد أن نقوم بها بدلا من فقط مجرد أنه استخدموا كل كلمة في جملة مفيدة. طبعا طيب، سأنتقل الآن مثلا أيضا لاحظوا أن موضوع عندنا خطة هنا لزميلة قامت بإعداد هذه الخطة وقامت أيضا بوضع صور، أنه ودائما في التركيز في العمل على المفردات أريد أن أشجعنا جميعا على أن نحاول دفع الطلاب إلى إنتاج أكبر كمية ممكنة من اللغة. يعني مثلا هنا الطلاب، هذا أتوبيس المدرسة والطلاب يروحوا إلى المدرسة أو يذهبوا إلى المدرسة، هي تذهب إلى، يعني عملية محاولة عنقدت الكلمات مع بعضها، عملية خلق سياقات. مثلا عندنا كلمة محاضرة هنا، هذه الصورة الكلمة الهدف منها المحاضرة، الصورة اللي تحتها الهدف منها هو تفعيل كلمة هوايات. فكلما قمنا بمثل هذه النشاطات كلما دفعنا الطلاب فعلا إلى عملية تفعيل، خاصة أن الطالب يعني يكون قد استمع إلى المفردات في البيت، الآن في الصف هو أو هي مع الزميلات والزملاء يقومون معا بإنتاج الكلمات
بالاستماع إلى الكلمات بتفعيلها. طيب هذه كما سأمر بها مرور الكرام هنا. أوكي، في مثلا في الدرس الثامن هنا في الكتاب دائما يعني عملية محاولة التفكير بما هي أنواع الأنشطة. فهنا نشاط كنت أنا قد أتيت به اسمه كلمتين وبس. تطلب الأستاذة من الطلاب أن يجلسوا في مجموعات أربعة، تشرح للطلاب الهدف من النشاط والذي هو نشاط لتفعيل المفردات، يمكن أن نقرأه. بعدين لاحظوا في عندي نشاط اسمه صورة وقصة، وخصصت له مثلا 25 دقيقة. فتطلب من أن يجلسوا في مجموعات من ثلاثة وتشرح لهم الهدف، وهو أن تحاول كل مجموعة وصف الصورة باستخدام المفردات الجديدة وعنقدتها مع كلمات أخرى أو جديدة، بحيث تكون عندنا قصة وراء كل صورة. فعندنا هنا مثلا هذه الصورة هنا. أوكي، نجد أحاول النزول. أوكي، hope I'm trying to move the picture down this here on this. أوكي، هذه صورة هنا. فممكن يعني المطلوب هنا من الطلاب أن يحاولوا العمل في مجموعة من ثلاثة على خلق صورة. يعني عندنا هنا كلمة تخرج، شهادة، مبسوطة، سعيدة، زميلات، تفكر في المستقبل. الطلاب دائماً يجب أن يكون عندنا إيمان بقدرة الطلاب على الإبداع في هذه العملية، والحقيقة أن الطلاب دائماً يتجاوزون ويفوقون توقعاتي. هنا مثلاً صورة الولد هنا، يعني عندنا الفعل يرفض، فأنا أريد أن أفعل الفعل يرفض، أن الولد هو يرفض أن يأكل الخضار أو يرفض أن يأكل من أمه أو من والدته، وهنا هو نجح وحصل على تقدير جيد. فهي الخطوة الأولى يعني في عملية تفعيل المفردات، بحيث عندما نأتي إلى القصة أو النص هذه المفردات قد تكون فعلت بشكل ممتاز. طيب هنا أيضا لاحظوا بلعبة Pictionary أيضا هناك موجودة. تلاحظون هذا الاستخدام الكبير جدا للصور في عملية تفعيل المفردات. أوكي، فممكن أشرب بيبسي، طالب مطلوب منه ممكن أشرب بيبسي أو كوكا كولا مثلا. طيب هنا في هذا، لاحظوا أنه في هذا الدرس الحادي عشر أيضا في الكتاب الجزء الأول، الهدف هنا هو تفعيل المفردات، وأنا وضعت خطة، وجدت أنه أنا بحاجة إلى نوع من التفعيل السريع جدا للمفردات في حوالي 20 دقيقة. فطلبت من الطلاب أن يجلسوا في مجموعات من ثلاثة، وطلبت من كل مجموعة أن يكون عندهم لابتوب، يعني حاسوب محمول موجود معهم للعمل على المفردات، وقاموا بهذا هو النشاط الذي هو نشاط المفردات. فأنا طلبت منهم مثلا هنا إنه لاحظوا with your partner go through this slideshow as fast as you can. كان هناك مجموعة من الصور، وهو كان مطلوب منهم أن يقوموا بالتركيز على المفردة، يعني وصف المفردة بجملة قصيرة جدا بنوع مع الإضافة أو مع اسم صفة. فمثلا وجدنا هنا إنه أول يعني عندنا صورة مثلا إنه الكلب، الكلمة الأساسية المحورية هي بين، فالكلب بين القطة وبين البنت. الصورة الثانية هي سيارة غالية. فالطلاب كانوا يعملون في مجموعات من ثلاثة، وأنا كنت أقوم بالتنقل بينهم بشكل سريع جدا للتأكد من الاستخدام الجيد للمفردات، الاستخدام الصحيح والنطق، موضوع النطق. يعني إذا طالب مثلا قال لي مثلا هو يسبح، أنا أريد أن أسمع يسبح، فهو أوكي، بدل أن أقول لهم هذا أجعل الطالب نفسه يقوم بإعادة هذا، أو أن طالب آخر في المجموعة. عندنا الكلمة هذه اللي يتبادل، عندنا مثلا الحنفية الماء هنا. طبعا تعرفوا أنه الفعل الموجود هو انقطع، خالد عم يتكلم عن انقطعت العلاقة العاطفية. فأنا أريد أيضا أن أحاول أن أوسع استخدام
الفعل انقطع، يعني لا أريد للطالب فقط أن يفكر بانقطعت الماء، وإنما انقطعت العلاقة العاطفية، وإنما يكون عندي مثلا انقطعت الماء، أشياء من هذا النوع يعني. علاقة عاطفية، عاطفية، حب، أشياء من هذا النوع. هو هنا خجول. فكل هذه الصور يعني أريد أن أشجعكم لتفتحوا المجال لأنفسكم في التفكير في ما هي. طبعا الحمد لله، شكرا لربنا على جوجل الذي يوفر لنا كل هذه الصور الممتازة جدا يعني. طيب، فهذه نماذج موجودة عندكم. أردت هنا أن أتوقف بسرعة في نهاية السنة الأولى. هذا عرض سريع جدا للسؤال الذي يطرح دائما حول أنه ما هو نوع الكتابة يعني التي يقوم الطلاب بإنتاجها. فلاحظوا هنا مثلا وضعت لكم نموذجين للكتابة. كتابة الطلاب انتهوا من مرحلة الألف باء، يعني هذه بعد حوالي شهر ونصف من الدراسة. فلاحظوا، السلام عليكم، أنا اسمي بريرة منشي، أنا من مدينة هيوستن في ولاية تكساس، أنا طالبة في جامعة تكساس، عندي 5 دروس وأنا طالبة في عربية، ما عندي كلب وقطة بس بدي قطة، أنا بحب أروح السينما في اليوم الجمعة، أنا بحب أشوف التي في كمان، عندي واحد أخت وواحد أخت، ما بحب واجب مشان صغب. طب هنا نلاحظ أنه في بعض كلمات من العامية دخلت، ولكن طبعا الطالبة تستطيع أن تعبر عن هذا المعنى. لاحظوا في الكتابة رقم 5 التي ترونها على الشاشة، هذه الكتابة في الفصل الدراسي الثاني عندما وصلنا إلى الكتاب في الدرس التاسع مثلا. لاحظوا هنا عملية الازدياد للكلمات اللي هي بالفصحى، لأن الطلاب هنا أصبح وعيهم أكثر بأن الكتابة هي في موقف رسمي، يعني هي ستكون أكثر أقرب إلى المستوى الرسمي في الكتابة. فلاحظوا أنه أن عدد الكلمات الموجودة بالعامية هي أصبحت أقل بكثير. فعندنا هنا نماذج أيضا. أوكي، فهذه كلها أريدكم أن تنظروا إليها. طبعا لا أعتقد أنه سيكون عندي وقت كثير للعرض الفيديوهات، نماذج من إنتاج الطلاب، ولكن أريدكم أن تستمعوا إليها. أنا وضعت هذه النماذج لكم لأني أريد أن أترك المجال لبعض الأسئلة. هنا عندنا البرنامج اليومي للدرس الأول في الكتاب الجزء الثاني، هو يبني على ما قمنا به، نفس الشيء يعني هو يقوم بهذا. الدرس الثاني في الكتاب الجزء الثاني أيضا. طبعا لاحظوا هنا أنه عملية الوقت الذي نقضيه على المفردات يزداد، وتلاحظون مثلا في الكتاب الجزء الثاني أنه قمنا بعملية تقسيم المفردات إلى قسمين، يعني القسم الأول والقسم الثاني. قسم المفردات اللي هو المفردات الجديدة تماما، ثم المفردات التي هي من جذور نعرفها لعملية التركيز على موضوع الجذور. طبعا تلاحظون في الكتاب الثاني الطبعة الثالثة زيادة عدد التمرينات المخصصة أو النشاطات المخصصة للتدرب على المفردات، وهذا شيء أريدكم يعني أن تلاحظوه هنا. طيب، الشيء الأخير الذي أريد أن أتوقف عنده، عندكم هنا نماذج أكثر للبرامج اليومية. هنا عندي أوكي أيضا يعني موضوع الصور، طبعا في السنة الثانية نفس الفكرة، موضوع استخدام الصور، ولكن المتوقع هنا هو أن ندفع الطلاب إلى إنتاج أكثر. عدد المفردات هنا أصبحت أكثر، فبالتالي أنا أتوقع من الطلاب أن يأخذوا وقتا أكثر في عملية الإنتاج، وأتوقع منهم أن يبدأوا هنا بإنتاج جمل، نحاول جمل تكون فيها المفردات الجديدة، ولكن أيضا المفردات القديمة، وأيضا القواعد التي هي القواعد القديمة التي تعلمناها، محاولة تفعيلها في عملية دراستنا للمفردات. طيب مثلا لاحظوا هنا وين الفارة بالنسبة للصندوق،
يعني الطلاب يحاولوا يقوموا هنا بالكلام عن وراء وأمام وخلف كل هذه الأشياء. الصور يعني مثل ما الصورة هي خير من ألف، الصورة هي خير من ألف كلمة، يعني مثل ما بيقولوا، فهي تنتج يعني هذا الشارع لا أحد في الشارع، هنا كلام مدينة القدس. عندي خطة دراسية أيضا للصف الثاني. أردت أيضا هنا أن أعرض لكم نموذج من الكتابة، كتابة طالب في نهاية الفصل الدراسي الثالث. في نهاية الفصل الدراسي الثالث، يعني أريد أن هنا أن أعرض هذا النموذج لمحاولة الإجابة عن أي سؤال أو أي قلق حول الموضوع، أنه إذا الطالب دخلت العامية في كلام الطالب فهو أو هي لن تستطيع الكتابة باللغة العربية، وهذا شيء يعني لا أؤمن به أبدا. أنه لاحظوا هنا هذه النماذج، النماذج، وهذا كما قلت فقط في الفصل الدراسي الثالث. أرجو أن تقضوا بعض الوقت بعد انتهاء هذه الورشة في عملية النظر إلى أو الاستماع إلى نماذج الفيديوهات، وأنا حاولت أن أشرح، يعني عندي نماذج من بعد السمستر الأول والسمستر الثاني والسمستر الثالث، أرجو أن تجدوا فيها يعني بعض الفائدة. طيب، أعرف أن هناك أشياء كثيرة ممكن أن نقضي نحن أسبوعا في الكلام عن هذه الأشياء، ولكن سأحاول أن أتوقف الآن وأترك المجال لكم للأسئلة، فهناك أسئلة ستأتي وأنا سأقوم بقراءتها ومحاولة الإجابة عنها. أوكي، فعندي بعض الأسئلة، أنا سأبدأ ببعض الأسئلة هنا. أوكي، فعندنا سؤال: هل هناك أي اقتراح بالنسبة لاستعمال الموقع للأونلاين أو ديستانس ليرنينج كلاسز؟ طبعا الموقع يساعد جدا بالنسبة لعملية أي برامج ديستانس ليرنينج، أعتقد أن الموقع يساعد بشكل كبير جدا، لأن الموقع يسمح للطالب بالعمل والحصول على إجابات فورية، ويسمح لي كأستاذ حتى لو كنت موجود في موقع بعيد بالنظر في الإجابات التي قام بها الطلاب. يعني أنا أجد شخصيا أنه هذا شيء مهم جدا، الموقع يساعد من خلال خبرتي، يعني أنا عملت مع طلابي في خلال السنتين الماضيتين، وأجد أن الموقع هو فعلا يعني إضافة مهمة جدا، فأنصح به أكيد بالنسبة للأونلاين، ولكن أريد أن أشجع أيضا على استخدامه ضمن أي منهج تقومون بتدريسه. Okay, when do you use translation in the classroom؟ موضوع الترجمة. بالحقيقة يعني موضوع الترجمة أنا لا أستخدم الترجمة في السنوات الأولى بشكل كبير. ستجدون أنه مثلا في الكتاب الجزء الأول والكتاب الجزء الثاني هناك أحيانا بعض تمرينات معينة للترجمة، أذكر مثلا موضوع الاسم الموصول. أنا لا أستخدم الترجمة في الصف بشكل كبير، أنا أستخدم الترجمة في الحقيقة في المستويات الأعلى، لأن الترجمة هي مفيدة جدا في عملية التحقق من الدقة اللغوية، يعني دقة الفهم. أنا أحيانا ممكن أطلب من طلابي إذا كانوا قد قرأوا شيئا معينا أن أختار فقرة معينة وأن يقوموا بترجمتها، لأنني أريد أن أتحقق من الدقة في الفهم. هذه إحدى فوائد الترجمة، ولكن في التدريس في السنة الأولى وفي السنة الثانية أنا لا أستخدم الترجمة، أستخدم اللغة الإنجليزية أحيانا في لإضاءة بعض النواحي الثقافية التي أشير إليها، لأنه أنا من المؤمنين جدا بأهمية الثقافة، وهناك جوانب ثقافية تتعلق بالثقافة العربية التي لا أريد للطلاب في السنة الأولى والسنة الثانية أن لا يكونوا قادرين على مناقشتها. فهناك استخدام للغة الإنجليزية، أنا أستخدم اللغة الإنجليزية في إعطاء بعض التعليمات في السنة الأولى. استخدامي للإنجليزية يقل في كل يوم، بحيث تقريبا يعني في الفصل الدراسي الثانية، الفصل الدراسي الثاني يقل، في السنة الثانية تقريبا يكاد يختفي. فموضوع
يعني أنا فقط أستخدم الإنجليزية في البدايات الأولى لتوضيح التعليمات. السؤال الذي أقوم به هنا will the videos on the website be... okay. أنا أعتقد بالنسبة لل شكرا، سؤال جيد هذا، إنه هل أنا أعتقد إنه كمية الفيديوهات الموجودة في على الموقع كافية، وهل هناك حاجة لعمل فيديوهات إضافية؟ طبعا هذا يعتمد على عدد الساعات التي تعملون بها، يعني إذا كان عندكم 3 ساعات في الأسبوع فطبعا يعني أنا أعتقد أن الموجود أكثر من كافي، ولكن أنا أشجع الجميع، يعني خاصة بالنسبة للأساتذة الذين يريدون أن يعرضوا طلابهم إلى لهجات هي ليست موجودة في الكتاب حاليا، أن نقوم بتسجيل. يعني الفيديو أنا أشجع جدا على استخدام الفيديو، الفيديو يعني هو من يقدم لنا شيئا من أحسن المدخلات، فممكن أن تقوموا بتسجيل فيديو على التليفون، يعني تليفونكم ممكن أن تقوموا بتسجيل شيء، فأنا أريد أن أشجعكم على التفكير بهذا، كل ما كان هناك تعرض إلى هذا كل ما كان هذا يعني مفيد أكثر للطلاب طبعا، ولكن بشرط توفر الوقت الكافي. written dialogues. اوكي، سؤال ممتاز، هذا سؤال جميل جدا. انا شخصيا يعني لست من المؤمنين بالحوارات المكتوبة، انا افضل ان يكون الحوار ان يقوم الطلاب بالاستماع الى الحوار بدلا من ان يقوموا بقراءة الحوار. في المراحل الاولى، يعني في المرحلة الاولى التي نقوم فيها بتدريس الف باء، انا افضل ان نقوم بتعريضهم الى فيديوهات مسجلة، ثم طبعا بعد فترة حوالي شهر شهر ونص هتلاحظوا أن الطلاب سيكونون هم قادرون على أن أو قادرين على أن يقوموا هم بعمل وكتابة السيناريوهات الخاصة بهم، فأنا أفضل أن أعتمد على إبداع الطلاب بالنسبة لعملية الإنتاج بدل أن أقوم أن أكتب لهم سيناريو ويقومون هم بإنتاجه. ومن هنا يعني بتلاحظوا مثلا في المتطلبات نطلب من الطلاب كثير أن يقوموا بالعمل على سكتشات، وعندي أنا تركت لكم هنا بعض النماذج التي يمكن أن تشاهدوها، كل هذه السكتشات الطلاب هم الذي قاموا بتسجيلها، يعني بدون أي إشراف مني، بدون أي يعني ما تشاهدونه أنتم هو ما شاهدته أنا، فحتشوفوا يعني مدى إبداع الطلاب وقدرتهم على الإتيان بسكتشات ممتازة جدا. فأنا بشجع يعني إذا كنتم تريدون أن تعرضوا الطلاب إلى فيديوهات خليها تكون شفوية، خليه يكون فيديو، لأنه هذا يجعلهم على التفكير، يعني يشجعهم على تطوير مهارة الاستماع بدل أن نحول مهارة الاستماع إلى مهارة قراءة. فأنا من أنصار استخدام الفيديو ومن التركيز على الأذن عندما نقوم بعملية الاستماع إلى الفيديوهات، ونقوم بالتركيز على مهارة القراءة عندما نقرأ النصوص. عندي سؤال هنا، الفيديوهات، طبعا الفيديوهات بالنسبة للطبعة الثالثة هي أكثر بكثير، مثلا بالطبعة الثالثة ستجدون أن هناك فيديوهات موجودة بالعامية الشامية، هذه لم تكن موجودة في الطبعة الثانية. أيضا بالنسبة للمصري في الطبعة الثانية كان هناك فيديوهات بالمصري، ولكن هناك توسعات إضافية، هناك فيديوهات إضافية أكثر بكثير في الطبعة الثالثة، فالذي منكم لم يرى الطبعة الثالثة أشجعكم لأنه هناك كميات أكبر بكثير من الفيديو. أوكي، بالنسبة لعملية الأشياء، ما هي بعض المقترحات بالنسبة لطلاب عم بيحاولوا أن يقوموا لمحاولة معرفة مشتقات أخرى لكلمة معينة طبعا هذه من الأشياء الجميلة جدا، أنا أريد أن أشجع الطلاب على أن يقوموا بالعمل خارج الصف، ولكن في أحيانا بعض الطلاب عندهم اهتمامات معينة، ولكن بعض الطلاب يعني لا أريد أيضا أن أثقل، الشيء المهم اللي بدنا نحاول نفكر فيه هو العبء،
العبء الذي تقوم به الواجبات وهذه الأشياء. فأنا مع مساعدة الطلاب وأحيانا إلى نقل هذه المساعدة وهذا التفكير في مشتقات ومعرفة بعض الأشياء بأكثر عن اللهجة عند بعض الطلاب الذين قد تكون عندهم هذه الاهتمامات، فأنا ممكن أن أساعدهم خارج الصف. الأشياء التي أقوم بها أنا كأستاذ داخل الصف يجب أن تبقى ضمن حدود ما هو ممكن، وانطلاقا من فلسفتي أنا كأستاذ أنا أفضل أن أعتمد أكثر على ما يأتي به الطلاب، يعني إذا كانوا عندهم أسئلة أو محاولة طرح أسئلة تجعلهم يفكرون في الجذر معين أو علاقة الكلمة في اللهجة أو بالفصحى والارتباط بين هذا المعنى هنا. فدائما بقول بدل، يعني أنا أريد أن أكون أنا خط الدفاع الأخير، لن أعطي أي شيء بل سأحاول أن أستخرج هذا منهم. أوكي، سؤال ممتاز، شكرا لسأل هذا. القسم عندنا يركز فقط على تدريس فقط الفصحى، ما هو رأيك؟ طبعا أوكي، يعني أنا أحترم طبعا هذا الرأي. شخصيا كأستاذ لا أعتقد أن التركيز فقط على الفصحى يخدم احتياجات المتعلمين ولا يعكس الواقع الحقيقي للغة العربية. نحن الآن دخلنا في مرحلة جديدة في عالم جديد، الوضع الآن يختلف عما كان عليه وضع اللغة العربية قبل 30 سنة. كثير من طلابنا الآن هم يريدون أن يذهبوا إلى العالم العربي، أن يسافروا إلى العالم العربي، فالتركيز فقط على الفصحى يعني يخلق لنا إشكاليات. الإشكالية الأولى هي يعني عملية طبيعية الكلام، يعني يجب أن ننطلق ونقبل الواقع أننا نحن العرب عندما نتكلم مع بعض نحن لا نتكلم بالفصحى، نحن نتكلم بعامية معينة، نقوم بعملية تطويع لهذه العامية. يعني لاحظوا الآن ما يحدث في المسلسلات العربية، لاحظوا ما يحدث في البرامج مثل برنامج Arab Idol أو برنامج أحلى صوت، الذي نجد فيه الشخص التونسي يتكلم بالدارجة التونسية والدارجة المغربية وشخص يتكلم، هذا لا يعني انه يعني هم يتكلمون، كلهم يتكلمون بالعربية ولكن بالنكهات المختلفة للعربية. يعني هدفنا هو ان نحاول اخراج طالب او طالبة قادرة على الكلام، الكتابة بالعربية والكلام والاستماع والقراءة بالعربية، ولكن ايضا على الكلام بعربية بنكهة معينة. سيكون هناك نكهة، هذه النكهة سيتم تطعيمها بنكهات اخرى، سيكون فيها خليط من كلمات، سيكون هناك ما أسميه أنا بالتبولة اللغوية العربية التي هي جزء من واقعنا اللغوي. هذا لا يعني أبدا أنه إذا الطالب تعلم عبارات ومصطلحات وكلمات بالعامية هذا لا يعني أنه قدرة هذا الطالب على الفصحى ستقل. العملية هي عملية أولويات، وأنا من المؤمنين أنه يجب أن نفكر باللغة العربية، أن نترك هذه الثنائية التي عشنا فيها لوقت طويل، ثنائية العامية والفصحى، وإنما محاولة التفكير في اللغة العربية ككل. من أي جانب اقتربنا بها هذا سيكون تعزيز للمهارة اللغوية. فاللغة العربية هي لغة واحدة، العامية هي جزء من اللغة وهي ليست البنت غير الشرعية لهذه. موضوع المواد الأصلية الأوثنتيك فيديوز، طبعا أنا شخصيا بالنسبة لاستخدامي أنا أعتمد بشكل كبير جدا على يوتيوب، وأريد أن أشكر ربنا على يوتيوب الذي أعطانا يوتيوب. يوتيوب يعطينا كما هائلا من المواد الأصلية، يوتيوب يحضر لنا اللغة بأصواتها وألوانها وأشكالها. فأريد يعني أصوات عربية طبعا هو موقع، هذا كان من وقت طويل، هو يركز بشكل أساسي كما تلاحظون على الأشياء التي هي يعني التي فيها نوع من التقديم، الأشياء الإخبارية أو الوثائقية. أعتقد أنه يوتيوب الآن يقدم لنا أشياء أكثر معاصرة،
بالنسبة للأغاني، بالنسبة للمسلسلات، ونحن ممكن أن نختار منها بعض الأجزاء. يعني ممكن أن نجد برنامجا معينا ثم أن نقوم باختيار ممكن عبارة أو مصطلح معين. فأريد أن أشجعكم جدا على استغلال جوجل، يعني جوجل إيميجز للصور، ويوتيوب للشيء الهائل جدا بالنسبة للأغاني، يعني الأغاني الهائلة جدا الموجودة على يوتيوب. أوكي، جميل. سؤال حول الـ student projects، يعني المشروعات التي نقوم بها بالنسبة للطلاب. طبعا عملية استخدام مشروعات يعني هي فكرة ممتازة جدا. الآن المشروعات تختلف باختلاف مستويات الكفاءة. مثلا بالنسبة للطلاب في المرحلة الأولى، في السنة الأولى، موضوع الإسكتشات. وطبعا موضوع الإسكتشات أنا يعني هنا أشجع الطلاب على أن يقوموا فيه بعمل سكتش بالعامية التي نقوم بدراستها. لاحظوا مثلا هناك نموذج أنا تركته لكم هنا، أنه في السنة الثانية مثلا في السمستر الثالث طلبت من الطلاب أن يقوموا في مجموعات من اثنين بعمل سكتش معين يتصل بالحياة اليومية. ثم كان هناك مشروع آخر أن يقوموا بالعمل على تقديم فيه مستوى أكثر من الرسمية، وهذا كان يعني أنه كان عليهم أن يقوموا بالعمل بالفصحى أكثر، التدرب على القيام بتقديم رسمي. فمثلا كان هناك طالب تتكلم عن العلاقات في العائلات العربية، فهذا من الأشياء. المشروعات، مشروعات الكتابة، يعني هناك مشروعات يمكن أن تقرأوا عنها في الموقع للأساتذة، حول موضوع مثلا الكالتشر بورتفوليو اللي هي الملف الثقافي أو الحقيبة الثقافية التي يقوم فيها الطلاب بالكتابة عن بعض الأشياء المتعلقة بالثقافة العربية. ممكن أن يكون هناك نوع من المناظرة نقوم به في الصف مثلا في السنة الثالثة. فهناك عدة مشاريع، يعني التفكير في المشاريع شيء مهم جدا. مثلا في السمستر السادس في السنة الثالثة نطلب من الطلاب أن يقوموا باختيار كتاب، مشروع اسمه قراءة في كتاب. ممكن أن يقوموا باختيار فصل معين في كتاب ويقوموا بقراءته ثم يقومون بعمل تقديم عليه. فالمشاريع شيء مهم جدا، يسمح للطلاب بأن يتابعوا اهتماماتهم الخاصة، ويسمح لهم بتطوير مهاراتهم في أفق وميدان هم يختارونه. أوكي، موضوع سؤال ممتاز حول عدد الطلاب. يعني إذا كان عدد الطلاب قليل، يعني ما زلت من المؤمنين جدا أنه يمكن استخدام المجموعات ممكن استخدام المجموعات في صف من خمسة مثلا، صف في 5 طلاب أو 6 طلاب، ما زلنا قادرين على أن نقوم بأن نطلب منهم أن يعملوا في مجموعات. هذا شيء ممكن جدا. طبعا إذا كان عندي طالب أو طالبين، ما زلت يعني سأحاول أن أطلب منهم أن يقوموا بتمثيل حوارات بالمناقشة مع بعض. يعني سأحاول أن أدفعهم إلى الكلام أكثر وإلى الإنتاج أكثر، لأنه بالنهاية تركيزي هو عليهم هم. كان الكتاب be used in the K through 12 setting. أوكي، شخصيا طبعا يعني أريد أن أقول أنه الكتاب لم يكن، يعني عندما قمنا بتأليف الكتاب لم يكن في ذهننا بالحقيقة يعني المتعلمين في مرحلة ال K through 12. طبعا لا يمكن استخدام الكتاب في المراحل الابتدائية أو في المراحل المتوسطة، ربما في يد أستاذ أو أستاذة متمكنة يمكن تطويع بعض مواد الكتاب في المرحلة الثانوية، ولكن مع القبول بأنه نحن بحاجة حتى نستطيع أن نحصل على الفائدة المرجوة من استخدام مادة كالكتاب، يعني يجب أن نسعى قدر الإمكان نحاول أن نجعل الطلاب يعني يقومون بعمل واجبات. أنا شخصياً وبعرف أنه في بعض المدارس الثانوية بيقولوا الواجبات هو حرام، يعني لا يمكن إعطاء الواجبات. أنا شخصياً كأستاذ لا أستطيع أن أعمل ضمن هذه الظروف. أنا أريد للطالب أن يكون شريكاً، بمعنى أن يكون هناك عملية استعداد قبل الحضور إلى الصف.
اوكي، هاو كان وي انكوربوريت سونجز اور موفي كليبس؟ هذا شيء رائع جدا. موضوع الاغاني، انا بالحقيقه يعني من المؤمنين جدا بالاغاني. مثلا حاعطيكم مثل بالصف الاول لما كنا عم نعمل كتاب الف باء، كنت مره عم درس بصف كان فيه النكهه المصريه، فمثلا اخبارك ايه؟ يعني هذا كان بالاسبوع الثاني، اخبارك ايه مثلا؟ فجبنا اغنيه مايا نصري، اخبارك ايه حبيبي، طمني عليك حبيبي يعني. وركزنا طبعا على اخبارك ايه حبيبي، طمني عليك حبيبي. بالسنه اللي بعدها كنت عم بدرس بالنكهه الشاميه، فمثلا شو اسمك؟ في فيديو لصباح، شو اسمك؟ قل لي شو اسمك. يعني لكل شيء ممكن تفكروا فيه حتلاقوا انه هناك اغنيه. مثلا اغنيه عبد الحليم قولوا له، أغنية حبيبي طبعا، يعني ممكن إنه كل الأغاني العربية حيكون فيها حبيبي وحبيبتي، وهذا شيء ثقافيا شيء مهم جدا. فأنا من المشجعين بشكل كبير جدا، دائما حاولوا إنه لما ندخل على الصف إنه يكون في هناك أغنية معينة عم تلعب بالصف والطلاب يدخلون إلى الصف، يعني لخلق المزاج، لخلق المود قبل دخولنا إلى الصف. ولكن فكروا في عبارات، يعني مثلا مرة كنا عم نتعلم على امتى حتعرف، فامتى حتعرف امتى اني بحبك امتى، يعني شيء رائع جدا. مثلا ماشي الحال، في طلابي بيحبوا طبعا ماشي الحال، اغنية لزياد الرحباني وجوزيف صقر، يعني قلتي لي تارك لك ماشي الحال، ودعني يا حبيبي ماشي الحال. فالاغاني هي شيء رائع جدا. سؤال، أوكي، the natural message، ممتاز، يعني سؤال جميل جدا. بده يكون في نوع من القبول في البداية، إنه أنا شخصيا من خلال خبرتي طبعا أستطيع أن أرى إنه في البداية حيكون في مزج ممكن غير طبيعي. يعني حتلاقوا مثلا إنه بالسنة الأولى في الطلاب مثلا حيقول لك أنا سوف أروح، أو أنا شفت هذا الفيلم امبارح. هذه من الأشياء الطبيعية جدا اللي لازم نقبلها بنفس الشكل اللي عم نقبل فيه مثلا من طلابنا بالسنة الأولى. المطالب مثلا أقول لك أنا أسكن في مدينة أوستن، أو أنا عندي سيارة كبير. هذه نوع من الأشياء التي سيتعلمها الطلاب، يعني كلما ازدادت خبرتهم كلما ازدادت قدرتهم على المزج بشكل أفضل، على فهم العلاقات بين هذه يعني بين المستويات العربية المختلفة. أهم شيء أن لا يكون عندنا خوف من هذا، وعدم الخوف من التحجر. أنا شخصيا أؤمن بأن الطلاب عندهم القدرة على معرفة عدة أشياء طالما هناك مدخلات بشكل مستمر، طالما هناك تفاعل، وطالما أن هناك نوع من التصحيح والتوجيه. هذا الذي يساعد الطالب على التقدم بشكل مستمر. أريدكم أن تؤمنوا بأنكم ستصلون إلى هناك، وستصلون إلى المستوى الذي سيكون فيه الطلاب قادرين على الكلام بالعامية بشكل طبيعي، قادرين على الكتابة بالفصحى بشكل جميل جدا، قادرين على القراءة بشكل جميل، وعلى الفهم. الموضوع يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى رؤية، يحتاج إلى إيمان منا نحن الأساتذة. وفعلا صدقوني، يعني لما أقول لكم في نماذج كثيرة، طلاب كثير الآن عم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذا، وهذا بيكسر هذا الوهم الموجود عند كثيرين أن اللغة العربية هي لغة صعبة وهي لغة مستحيلة. بالحقيقة هي ليست لغة صعبة، المهم أن نعرف ما هي أولوياتنا وكيف سنرتب هذه الأولويات. فواحدة من الأشياء، وهذه طبعا شيء يدخل في فلسفة الكتاب، اللي هو مثلا موضوع الإعراب. طبعا في كثير من المناهج انه الاعراب هو شيء يبدا في المرحله الاولى. شخصيا بالنسبه لنا في الكتاب، نحن نرى انه الاعراب يمكن تاجيله قليلا، لانه الاعراب يعني مدى فائدته من الناحيه التواصليه محدوده. يعني كل الطلاب، كل كثير من النماذج، مثلا هذا الطالب الذي شاهدنا في كتابه تجربه الخارج، هذا الطالب بالحقيقه تعرضه للاعراب محدود جدا. ولكن عنده القدرة على التواصل، عنده القدرة على الكلام، عنده القدرة على الكتابة. هذا يعني لا يعني أننا يعني سنهمل موضوع الإعراب، ولكن في وقته. كل شيء مثل ما بيقول المثل، كل شيء بوقته حلو، فهو سيكون. فالمهم بالنسبة لنا كأساتذة أن نحاول أن
نفهم يعني عملية أولوياتنا وتوزيع أولوياتنا، وأن هناك اختلاف في اكتساب اللغة عند الطالب المتعلم الأجنبي مما كان بالنسبة لنا نحن عندما ذهبنا إلى المدرسة. يعني أنا لما رحت على المدرسة طبعا كان عمري 6 سنوات وبدأت التعرض إلى الإعراب وإلى هذا الكم الهائل من القواعد، كان عندي 6 سنوات كان عندي القدرة على التواصل بالعامية التي أنا درست فيها. يعني ف يكون عندكم إيمان، لا تخافوا أبدا ولا تخشوا أبدا من هذا. يعني بالنسبة لطلاب التراث أو الطلاب من ذوي الخلفية، طبعا نحن في جامعة تكساس مثلا وفي كثير من الجامعات عم نستخدم الكتاب. أنا أعرف أنه في جامعة جورج تاون في قطر، في قطر في الدوحة، هم يستخدمون الكتاب أيضا مع طلاب الذين هم من ذوي الخلفية. ممكن استخدام الكتاب بدون أي مشكلة، ولكن ربما بتوقعات أعلى، بدفع أكثر للطلاب للإنتاج. أعتقد أنه نصوص القراءة ونصوص الاستماع، خاصة إذا وصلنا إلى الكتاب الجزء الثاني، سترون أن كثيرا من نصوص الاستماع ونصوص القراءة والنقاط القواعدية المطروحة ستكون مناسبة جدا بالنسبة للطلاب من ذوي الخلفية، وستسمح لهم بالتقدم وتحقيق خطوات سريعة في بناء المهارة اللغوية. أوكي، سو هذا آخر سؤال. أوكي. أوكي، well, شكرا لكم. أريد أن أقول شكرا على حسن استماعكم. أنا سعيد، سأكون سعيدا بالإجابة عن أي أسئلة إضافية ممكن تكتبوا لي على الإيميل، وحتجدوني إذا بتروحوا لجامعة تكساس، أو إذا عملتوا جوجل تجوجلوني زي ما يقولوا، وحتلاقوا البطل. فعنواني هو البطل ALBATAL at Austin AUSTIN dot UTexas dot EDU. So البطل at Austin dot UTexas dot EDU. أهلا وسهلا، وأرجو أن نبقى في تواصل وحوار مستمر. شكرا لكم، شكرا على حسن استماعكم، وإن شاء الله ما أكون عذبتكم. Thank you everyone for joining us. It was recorded, so we will post this and let everyone know by email once it's been posted. Feel free to share with others that you know who might be interested. Thank you very much. شكراً، مع السلامة. So did you press the recording button from your end there?